مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف والأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في المدى: تسجيل 1826 إصابة جديدة بكورونا. في البصائر نقرأ: مسؤولون يتاجرون بأزمة كورونا، مليونا دولار لشراء مستلزمات طبية في ذي قار. في العرب الجديد: أهالي الموصل العراقية يستنكرون افتتاح مدرسة باسم الإمام الخميني. في العرب اللندنية: أصوات طائفية تلاحق نجم الكرة العراقية أحمد راضي بعد وفاته بكورونا. في إندبندنت: مصر قد تواجه تركيا عسكريا على أرض ليبيا. في الشرق الأوسط: كورونا يتزايد في العالم وبوتيرة مقلقة في البرازيل. وفي عربي 21: أربع دول تتحفظ على قرارات الوزير العربي بشأن ليبيا. أهلا بكم مجددا، والبداية بهذا المقال المنشور في صحيفة القدس العربي، وجاء في مطلعه: يقال إن الزعيم الفرنسي تشارل ديغول عندما دخل فرنسا منتصرا في الحرب على النازية كان سؤاله الأول عن حال القضاء. قيل له: ما زالت فيه الروح. قال: إذن نستطيع بناء فرنسا من جديد. فهل يمكن إعادة بناء العراق بالحالة الرثة التي عليها القضاء العراقي اليوم؟ حول القضاء في العراق كتب مثنى عبد الله، نتابع. لم تكن السلطة القضائية في العراق بعيدة عن إعادة التشكيل التي مارسها الغزاة على جميع الأصعدة بعد عام 2003. فإذا كانت السلطة التشريعية ذات دور مهم للمحتل في تصميم الإطار القانوني الجديد الذي رسمه وفق سياساته كي يعيش فيه المجتمع العراقي، والسلطة التنفيذية التي تتولى إدارة المجتمع وفق ما يريد، فإن الاحتلال كان ينظر إلى وظيفة السلطة القضائية كدور أكبر وأهم، لأنها هي من يرسم العلاقات الجديدة التي يريد بين أفراد المجتمع والدولة وبين أفراد المجتمع أنفسهم. ولأن الهدف الأول من أي نظام قضائي مستقل وفعال هو أن يكون حجر الزاوية لسيادة القانون الذي يجب أن يسود، ولأن المحتل لم يكن معنيا بهذا الهدف إطلاقا، بل من مصلحته أن تعم الفوضى في البلاد كي يرتب مصالحه أولا ومصالح بيادقه ثانيا. فقد عمل جاهدا على إعادة صياغة القضاء بما يتماشى والبرنامج السياسي الذي جاء به، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم يسمع العراقيون بوجود نظام قضائي، لكن الشواهد اليومية والمتكررة على مدى 17 عاما تلح في التأكيد على أن هيكل هذا النظام موجود فعلا، لكنه مجرد من روح السلطة الحقيقية القادرة على التأثير الفاعل في المجتمع، وعديم القدرة على تأدية الخدمة العامة المنوطة به، وغير قادر حتى على ممارسة الدور الأخلاقي الموكل له. وتابع مثنى عبد الله قائلا: إن إسقاط التهم والعفو العام دأبت الكثير من الدول عليهما لأسباب عديدة، لكنهما في العراق جزء من اللعبة السياسية التي يشترك فيها القضاء العراقي ويضفي عليها مسحة قانونية علنا، يقول نائب في البرلمان كان متهما بالإرهاب. يقول إن وقوفه أمام القضاء لم يتجاوز 15 دقيقة تم فيها إسقاط كل التهم، وحصل على صك البراءة وعاد نائبا في البرلمان من جديد. ونائب آخر حصل معه السياق نفسه، كان متهما بتفجير البرلمان وحكم عليه بالإعدام وتم تهريبه إلى الخارج ثم عاد. وثالث كان وزيرا متهما باختلاس أكثر من مليار دولار، ألقي القبض عليه من قبل الإنتربول وتم جلبه إلى العراق، فتم تبرئته وعاد إلى الدولة نفسها. إلى مقال جديد منشور في صحيفة العرب اللندنية، وجاء في مطلعه: المراقب المحايد لما حصل ويحصل في العراق لابد أن يتساءل كيف لحكام العراق بعد 2003
أن يستمروا 17 عاما رغم كل الفساد ورغم كراهية الشعب لهم ورغم العزلة. مع ذلك يعتقد بعض المخدرين بمورفين المال والإحباط بأنه ما زال هناك وقت طويل للحديث عن نهايتهم واستعادة العراق من خاطفيه. وقبل الإجابة على مثل هذا التساؤل الافتراضي ومن خلاله لابد من التأكيد وفق الوقائع السياسية بأن زمن حكم الأحزاب الإسلامية في العراق قد انتهى على أساس المعادلات الفقهية للحكم، والموجودون على إدارة حكم البلد من قادة تلك الأحزاب يعدون أيامهم الأخيرة فقد طويت بثمن غال قدمه شعب العراق. جميع الأغطية العقائدية والسياسية مقال للكاتب ماجد السمراء، نتابع المزيد منه. استخدمت الأحزاب منذ الأيام الأولى للاحتلال الأمريكي وبرعاية من جهات سرية داخل مؤسساته غطاء المذهب والتعكز على المرجعية الشيعية التي لها تأثيرها المعنوي على توجيه خيارات بعض الناس بعد التراجع والانسحاب الإجباري لدور العقيدة القومية أو اليسارية من المشهد العراقي. لكن هذا الغطاء تراجع وتلاشى ظاهريا لخوف المرجعية من ارتباط اسمها ببرامج القتل والإقصاء الطائفي المفضوح، فاضطرت إلى إعلان غلق أبوابها بوجه السياسيين، وكان ذلك في عهد نور المالكي رغم إعلان رؤساء جميع الحكومات كذبا ونفاقا أن شرعيتهم مستمدة من رضا تلك المرجعية. الغطاء الثاني الذي وفر لتلك الأحزاب الحصانة هو الدستور الذي كان صفقة التحالف الاستراتيجي الكردي الشيعي المرحلية بتبعية بعض من السنة الموالين للعملية السياسية وما تلاه من السياقات الشكلية الديمقراطية في الانتخابات، والتي أصبحت الأحزاب تتشبث بها واكتشفت سحرها في الحفاظ على سلطة الحكم، فوضعت بعناية القوانين للأحزاب والانتخابات ومفوضيتها وعدم الاكتراث لرأي العام العراقي الفاضح لمواسم التزوير، وتحولت المناصب الحكومية والمواقع البرلمانية إلى مزادات في سوق النخاسة يصرف عليها من المال العراقي المسروق، إلى ظاهرة لم يشهدها بلد آخر في العالم. الغطاء الثالث هو التوافق المزعوم والمحاصصة الطائفية التي يقوم عليها الحكم، والتي تحول من خلالها سنة العملية السياسية إلى أجراء، حيث فرضت عليهم حالة القبول بولاية الأحزاب الشيعية رغم ما تعرض إليه الجمهور العربي السني من القتل والخطف ومصادرة الحقوق الإنسانية. ماجد السمراء يتابع الغطاء الأخطر والذي ما زالت مراهنة الأحزاب عليه ملجأ أخيرا لحمايتها من السقوط هو استخدام القوة والسلاح خارج منظومات القوات المسلحة، وبذلك فضحت تلك الأحزاب نفسها بكونها أقرب إلى الميليشيات منها إلى الدولة. الغطاء تمزق ولم تعد ملحمة طرد داعش من قبل القوات المسلحة والمتطوعين الشباب لم تعد قادرة على توفير غطائه، كما أصبحت الميليشيات الماسكة بالسلاح أداة لحماية هيمنة إيران على العراق. والأمثلة الأخيرة في فعاليات خلايا الكاتيوشا ضد المصالح الأمريكية تثبت ذلك، مما يضع العراق أمام مخاطر جديدة تضاف إلى وضعه الكارثي في جميع الميادين. الآن إلى مقال آخر منشور في كتابات وجاء في مطلعه إن حكومة القناصين استخدمت أبشع وسائل التعذيب ضد المتظاهرين السلميين الأبطال من القنص والاغتصاب للنساء وقتلهن واستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والعبوات الناسفة وقلع العيون وكسر الأصابع والكواتم وخطف النشطاء من المتظاهرين السلميين. وإلى غاية اليوم لا القضاء ولا الأمن الوطني ولا الداخلية أمسكوا من قام بهذه الجرائم البشعة ولا قانونية، علما أن المتظاهرين لم يحملوا سوى العلم العراقي وطالبوا بشعارهم الكبير نريد وطن، وقالوا كذلك نريد عملا ونريد محاسبة الفاسدين. مقال الكاتب نجم أدليمي نتابع جزءا منه. هل هذا معقول يا حكومة الكاظمي؟ إن ازدواجية المعايير تشكل مخالفة للقانون العراقي، أين العدالة الاجتماعية؟ في أي بلد من بلدان العالم يوجد شخص يستلم ما بين 4 إلى 10 رواتب في الشهر؟ هذا دليل على أن أحزاب الإسلام السياسي بشكل عام والشيعة بشكل خاص يسيرون على نهج خاطئ،
الهدف منها الاستحواذ على المال بغض النظر هل هو حق أو مخالف للقانون، هذا لا يهم. أما الفقر والبطالة والعوز والفساد المالي فهذا لا يهم أيضا في حكم أحزاب الإسلام السياسي. لقد انكشف الزيف والادعاءات الكاذبة أمام الشعب العراقي يا أحزاب الإسلام السياسي، يا قادة نظام المحاصصة المقيت، إن المخرج الوحيد أمام شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية هو العمل على إنهاء نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز في العراق، وبدون ذلك فالعراق والشعب العراقي يسيرون نحو الهاوية والخراب والانهيار والكارثة المحدقة وخطر تفكك العراق، خطر إشعال الحرب الطائفية من جديد. يضيف الكاتب: معروف للجميع أن من قام بهذه الجرائم البشعة واللا قانونية واللا إنسانية ضد المتظاهرين هم الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة وغير التابعة للأحزاب والمدعومة من قبل إيران. أحمد راضي: فاجعة وطن، هكذا عنوان الكاتب عمار ساطع مقاله في صحيفة المدى، فحتى كلمات الرثاء تخجل من نجمنا الكروي الذي لم يختلف عليه أي عراقي أصيل، نجم أفرح الملايين، نجم هوى بطريقه لا توازي حجم اسمه ومكانته ولا حتى إمكانيته أو حتى ما سجله طيلة أعوام تواجده في الأديم الأخضر وخارجه وهو يمارس هوايته في تسجيل الأهداف وتحقيق ذاته مدربا أو إداريا. أعرف أن الموت حق، لكن الحق حق. إن أحمد راضي كان يدرك جيدا أنه سيكون فاجعة وطن بأكمله، وفاجعة كل بيت، وفاجعة للرياضة العراقية وكرتها على وجه الخصوص، فاجعة لن تنتهي بهدوء. فهو الذي رحل بغير موعده مخلفا وراءه إرثا كبيرا وتاريخا عميقا وتركة من المنجزات الفريدة. رحل أحمد راضي عنا إلى مثواه الأخير عند رب رحيم وكريم، بعد أن حطم أرقاما قياسية وكتب في مشاركته سطورا من المجد التليد، وهو الذي شارك في خطف الألقاب والبطولات للعراق وأسهم في رفع علمه على منصات التتويج في ميادين مختلفة ومناسبات عدة قل ما حققها غيره من الذين عاصروه أو حتى أولئك الذين سبقوه أو من الذين سيخلفونه. أسطورة كرة القدم العراقية شاغل الدنيا بمنجزاته، صال وجال في ملاعب المعمورة على مدى ربع قرن، مثل ضمنها المنتخب الوطني طيلة 17 عاما، رحل عنا بسبب فيروس كورونا اللعين، ذلك الفيروس الذي قطع الأكسجين عن أحد رموز كرة القدم عندنا، والذي أسهم في أن ينهي حياته هكذا بلا تشيع، تبقى راسخة في الأذهان أو حتى بمراسيم دفن تليق به أو عزاء يفترض أن يرتدي فيه كل العراقيين السواد لرحيل أمير كرتهم الحقيقية. من يعرف الراحل أحمد راضي سيعرف جيدا ويدرك تماما الحسرة والخسارة التي خلفها رحيله عنا، وحجم المأساة التي تركها. رحيل أكاد أجزم، يقول الكاتب، أكاد أجزم أنه مؤثر ومرير، رحيل يصعب وصفه، فهو الذي دخل القلوب قبل العقول وضاعف من هموم الوطن والمواطنين. اتفقت صحيفة واشنطن أو صحيفة فاينانشال تايمز وموقع ميدل إيست آي البريطانيين على فكرة أن النظام السوري لن يكون هو المتضرر من قانون قيصر الأمريكي، بل سيدفع السوريون العاديون ثمن القانون. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير أعدته كلاي كورنيش وترجمته عربي 21، قالت إن إدارة دونالد ترامب وعدت عندما كشفت عن العقوبات الجديدة أن يكون الصيف الحالي هو صيف قيصر، إلا أن التحرك يظل محدودا. في البداية دعمت الولايات المتحدة المعارضة التي كانت تعمل للإطاحة بالأسد بعد الانتفاضة عام 2011، إلا أن واشنطن قطعت الدعم بعد سحق المعارضة المعتدلة وأصبحت جهادية، وتم نشر مئات من الجنود الأمريكيين في شمال شرقي سوريا حيث دعموا المقاتلين الأكراد في الحرب ضد تنظيم الدولة.
إلا أن السياسة الأمريكية أصبحت تركز على عزل الأسد ونظامه وتجميد أرصدته ومنع السفر وحظره من الوصول إلى النظام المالي العالمي. والتغير الوحيد الذي حدث بعد الأسبوع الماضي وكان مختلفا عن جولات العقوبات السابقة هو إضافة أبناء وزوجات الرموز التي وضعت في السابق على قوائم العقوبات، بما فيهم أسماء الأسد زوجة بشار والتي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات. وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن قانون قيصر يمنحهم الفرصة لاستهداف الصناعات المرتبطة بالنظام مثل الوقود والإنشاءات وبدون أن يكون هناك إثبات لعلاقتها مع أفراد فرضت عليهم العقوبات. وأشارت الصحيفة إلى أن الموجة الجديدة للعقوبات تشمل 39 شخصا وهيئة فرضت عليها العقوبات، وأن أهم شخصيتين هما الأسد ورجل الأعمال محمد حمشو. ومن بين الأهداف الذين تم تحديدهم 9 فقط بناء على قانون قيصر، وتمت معاقبتهم بفعل أوامر رئاسية. إلى موقع أوليف برايس الذي نشر تحليلا لجين أليك قالت فيه إن تركيا حققت انتصارا جيوسياسيا عندما دفعت حكومة الوفاق وبنجاح إلى الانسحاب أو إلى انسحاب المقاتلين التابعين لحفتر عن العاصمة طرابلس بداية حزيران يونيو، إلى أن المعركة على ليبيا انتقلت الآن إلى مدينة سرت الاستراتيجية التي تعد البوابة إلى موانئ النفط. بعدما أجبر حلفاء حفتر على التراجع، ستترك المرحلة القادمة أثارا جيوسياسية بعيدة المدى. الدبلوماسية حول ليبيا وصلت إلى ذروتها الأسبوع الماضي من خلال وفد تركي كبير زار طرابلس وتباحث مع المسؤولين حول سبل التعاون، فيما اتصلت موسكو بواشنطن للدخول إلى الحلبة نيابة عن حفتر. وهجوم فرنسي على تركيا المتهمة بالتدخل في مهمة الناتو لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا. وفي يوم الأحد دخلت مصر إلى الصحن الليبي، حيث حذر عبد الفتاح السيسي قوات حكومة الوفاق من الاقتراب من مدينة سرت، وعندها ستجد مصر نفسها مجبرة على الرد. ووصف السيسي المدينة بأنها خط أحمر، وردت حكومة الوفاق على تهديدات السيسي بأنه إعلان حرب، واعتبرت أن الخطوط الحمر ليست موجودة داخل حدود البلاد. وقال التقرير إن تركيا حثت المقاتلين الداعمين لحفتر على ترك سرت كشرط لوقف إطلاق النار، وهذه المدينة ليست مجرد معقل لحفتر ولكنها المفتاح للسيطرة على النفط. وتعد سرت البوابة للمنشآت النفطية الضخمة في ليبيا، ومن هنا تجمعت كل القوى الخارجية المشاركة في النزاع حولها. استبشر الفلكيون منذ أيام بظهور بقعة شمسية جديدة على سطح الشمس، وهي بقعة من النوع بي الذي يشير إلى أن طاقتها الإشعاعية ضعيفة نسبيا تقل عن 1,000,000 واط لكل متر مربع. وتأتي أهمية ظهور البقعة الجديدة هذه من أنها تؤكد انقلاب قطبية المجال المغناطيسي الشمسي، مما يعني أن جنوبه أصبح شمالا وشماله جنوبا. ويقدم هذا الحدث أبرز الدلائل على أن البقعة الشمسية تابعة لدورة النشاط الشمسي رقم 25، وهي الدورة التي بدأت منذ أقل من شهرين من الآن، لكن عدد البقع التي ظهرت منها لم تتعدى 3 إلى 4 بقع فقط. إلى الكاريكاتير.
مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام، نلتقيكم لاحقا على خير، إلى اللقاء.